that our party culture that have now been superimposed on climate related impacts. So our ability to get to a just and equitable transition. وما نفعله أيضا دعم الأعمال الزراعية والممارسات الزراعية وكذلك أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة. أعتقد من المهم أن نقول أن أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة هناك لديهم بعض الصعوبات التي يواجهونها لأن هناك بعض الممارسات وكذلك هناك لابد من التأكيد على أهمية النظام الغذائي لأنه يساهم في حوالي 70% من الانبعاثات إن لم يكن أكثر. هناك ميل إلى استخدام هذه المنهجيات الجديدة وأعتقد إن كان علينا أن نحقق التحول والتنقل الجيد لابد أن ندمج معنا أنظمة الطاقة والأنظمة الغذائية. وأود أن أذكر السبب الرئيسي الذي نتحدث عن التحول هو ليس فقط الحديث عن الوصول إلى نقطة حاسمة فقط ولكن لابد أن تكون أحد نقاط الحوار بشأن التحول وكذلك مع الوضع في الاعتبار مبدأ المساواة لأنه في قلب عملية التحول التي نسعى إليها. هناك عددا من الحقائق التي توضح المشكلات التي تتعلق بطريقة التحول وسرعة التحول فبالتالي نحن نريد أن نضمن أن نأخذ كافة الناس معنا دون ترك أحد خلف الركب. العديد من العائلات الإفريقية لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت أو عددا من الخدمات الأخرى ولم يشهدوا أي تطورا لمدى كبير من الزمن. ليس لديهم المسمدات أو الأسمدة اللازمة أو البنية التحتية اللازمة. هناك عجز كبير في عدد من المرافق لفترة كبيرة مضت. هناك كذلك بعض الأزمات الأخرى كما نرى في أوكرانيا وكذلك جائحة كورونا كانت هذه أحد المؤثرات على التنمية وعملية التحول لأن كان هناك اعتماد كبير على الزراعة والري بالأمطار. لابد أن يكون هناك تحول إلى الأدوات الحديثة مستقبلة وكيف نتخيل هذا التحول. أعتقد من المهم وأحد الموضوعات الهامة هنا في قمة المناخ أن أطراف الاتفاقية لا يضيعون وقتهم فقط في الحديث للوصول إلى نقاط الرفاهية ولكن لابد أن تكون هناك نتائج واقعية. نحن نحتاج أن نفكر كيف يمكن أن نكون على نفس المسار جميعا دون ترك أحد خلف الركب وكيف يمكن أن نضمن أن هناك نظام غذائي ذو فعالية كبيرة وكذلك لاستدامة الحياة بالشكل الأنسب. وهناك أيضا بعض التحديات فيما يتعلق بالتحول لأن الناس الذين يهتمون بهذا الموضوع يمكنهم تحديد ماهية التحول. لابد أن نكون حذرين عن كيفية التصميم وكيفية دعم التحول. هذه أحد المبادئ الرئيسية في الأول وهذا ما أود أن أقوله بشأن الأنظمة الغذائية. معك الحديث سيدي. شكرا جزيلا لتيما. أود أن أعطي الحديث إلى مارك مازلم. شكرا جزيلا. لابد أن نتذكر جميعا أن هناك 7 مليون طفل يموت سنويا بسبب المجاعة والأمراض. 850 مليون شخص يشعر بالجوع كل يوم. نحن في عالم لا يمكنه تقديم الطعام لكافة السكان حيث لدينا 8 مليار حول العالم وهناك مليار شخص لا يمكنهم إلى الحصول على مياه الشرب الصالحة.
لابد أن نتذكر الآن أن لابد من بدء التحول بالشكل العادل لدعم حياة مليارات الأشخاص حول العالم. من أحد أهم الأسس هنا في هذه اللحظة أن 80% من الطاقة حول العالم تنتج باستخدام الوقود الأحفوري. لابد أن تكون هناك حشد أكبر ومضاعف للتمويل لصالح التحول وتوفير كافة الخدمات للسكان حول العالم بالشكل الأضمن وبالشكل الآمن من أجل حياة أفضل. 80% من الطاقة لابد أن تتحول أن تكون من مصادر جديدة ومتجددة. أحد الأمور الأساسية هنا نحن نحتاج الاتفاق على الخسائر والأضرار، لأن هناك إرث تاريخي، لأننا نحتاج التعويض، تعويض الدول الأكثر تضررا بشأن الخسائر والأضرار الواقعة عليهم. لابد من دعم المزارعين حول العالم للاستمرار في زراعة غذائنا بسبب النمو السكاني. هناك 2 مليار شخص يزدادون بحلول عام 2050. لابد أن تكون هناك اتفاقات حول الإنتاج، ولابد أن تكون هناك تغييرات جذرية في آليات التنفيذ لتحقيق الثقة بين الأطراف. آخر شيء لدي هو بشأن الأضرار والخسائر، أن نظامنا الاقتصادي لا يمكنه حساب تكلفة استبدال كافة العوائق أو كافة المصادر الأساسية التي كنا نعتمد عليها، والتي وكذلك تقييم كافة الأضرار والخسائر حول العالم. لا يمكنه فعل ذلك. لابد من كسر هذا الحاجز عن طريق التفكير بالأدوات المبتكرة لحماية وحفظ كوكبنا. شكرا جزيلا. بالتالي إضافة إلى ذلك أود أن أضيف بعض النقاط هنا. نحن نفكر بالطريقة الخطية بشأن ما يحدث، ولكن بشكل بطيء. لابد أن نتذكر بشأن النمو العالمي في السكان، يمكن أن يتضح لنا ما نحتاجه بالفعل لتغييره في أنظمة العمل. هذا يأتي من خلال الخبرات في النظام المناخي. كما تعرفون يمكن التصرف بسرعة وفعالية. لابد أن تكون هناك خطة عمل فعلية حتى تكون للحفاظ على حرارة الكوكب، لأن هناك عند حلول فصل الشتاء تعاني بعض الدول من عجز الطاقة. لابد من التفكير بشكل مبتكر حول العالم، كيف يمكن تعزيز المدد الزمنية وتعجيل الإجراءات المتخذة على أرض الواقع. في حقيقة الأمر بعد 40 إلى 50 عاما من الآن يمكن أن نرى النتائج التي أحرزناها اليوم، فبالتالي بعد 10 أو 20 عاما أيضا يمكن رؤية بعض النتائج الجلية، وبالشأن زيادة في عدد السكان أو انخفاض. هناك بعض الإجراءات اللازمة لاستدامة الحياة على كوكب الأرض، ليس فقط للإنسانية ولكن كذلك للحيوانات على كوكب الأرض وبعض الأنواع المهددة بالانقراض. هل تريد إضافة أي شيء آخر؟ ربما أود أن أقول أعتقد أننا تحدثنا عن حول الجوانب الشاملة، وأعتقد أن هذا القطاع من أحد أهم القطاعات التي يعطي توقعات طموحة بشأن الإنتاج، وكذلك لا يمكننا العودة إلى فقط التحول بدون الوضع في الاعتبار التمويل. فالتحول لن يمول نفسه بنفسه، لكن لابد أن تكون هناك استثمارات هائلة
أنا من منظمة تعمل بشكل كبير مع دول أفريقية، وعددا من هذه الدول غنية بالموارد، وهناك كثير من الموارد في موارد الطاقة وكذلك مصادر الهيدروكربون والغاز، ولكن هذه المصادر مشتتة، فبالتالي لا يمكن الاستفادة الكاملة من هذه المصادر. ليس فقط الأمر يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن يمكن أن نفكر في كيفية تقديم الدعم فيما يتعلق بالتمكين للاستفادة من كافة الموارد في هذه الدول، فبالتالي يمكن الحد من مستويات التضخم حول العالم. يمكن أن يأتي يوما ما ويكون لدينا كافة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن لابد أن ننظر كيف يمكن تقديم الدعم لوضع البنية الأساسية للاستثمار في هذه الدول. شكرا جزيلا على ذلك. غالبا ما أقول أنه لابد من تبادل المعلومات، لابد أن يكون هناك معلومات محددة لتفهم مدى خطورة التغير المناخي، بالتالي يمكن وضع خطة عمل للتكيف والحد من التداعيات المناخية. هل لديك أي أقوال أخيرة في هذه الجلسة؟ أكره أن أنهي الحديث، ولكن أعتقد أن الرسالة الأساسية من مؤتمر المناخ هذا هو مشاركة التمويل، لأن الأمر هنا يتعلق بتمويل المناخ، فلابد من وضع آليات كبيرة مثل ما عملنا بالعام في عام واحد بتخصيص 88 مليار دولار لتمويل المناخ. لابد أن تكون هناك خطة دعم كبيرة لمليارات الأشخاص الذين يعيشون على الكوكب، ولحفاظ الأرواح والحياة حتى عام 2025 لنرى النتائج. أشكركم جميعا، وأود أن أشكر السيد ديفيد وتيما ومارك لإدارة هذه الجلسة لتقديم الدعم للخسائر والأضرار. أود أن الأطراف في نهاية هذا الأسبوع من قمة المناخ أن يكون لديهم اتفاق أو تفهم أفضل بشأن اتخاذ الخطوات المستقبلية. الأمر الأساسي هنا لا منافسة، لا يمكن لا يمكن الاستمرار بدون تمويل، وضع خطة أساسية للتمويل وكيفية تنفيذ كافة الخطط التي اتفقنا عليها، ولابد أن تكون هناك خطة واضحة للحد والتكيف مع المناخ وأزمة المناخ. شكرا جزيلا. We have to close the next group is here just to give you an update on the numbers. You have seen the queues this morning, so I can tell you, I think the longest was 17 minutes. I hope that's correct to get the badge. We have from last night 6 p.m. party delegates 28,656 observers 14,132 media representatives 3,444 in total 46,232 and 63% picked up their badges are actually on site almost 30,000. Thank you. See you tomorrow at 1:30.